معي عبر الاقمار الصناعيه من القاهره دكتور ايمن سلامه استاذ القانون الدولي العام مساء الخير اهلا بك معنا دكتور ايمن قانونيا كيف يمكن ردع كوريا الشماليه عن الاستمرار باستفزازاتها من الناحيه القانونيه التاصيليه التنظيريه ووفقا لميثاق الامم المتحده الفصل السابع يمكن ان يتم تصعيد الجزاءات التي الاخيره التي كانت منذ اربع ايام في مجلس الامن ايضا يمكن التصعيد الى قطع كل العلاقات الاقتصاديه مع م. كوريا الشماليه وايضا الحظر الشامل لتصدير الوقود الى كوريا الشماليه ولكن ستكون هناك كارثه انسانيه هي اضعاف الكوارث الانسانيه التي لحقت بالعراق بعد 1991 جراء الجزاءات الاقتصاديه التي كانت في كلها غير ذكيه من هذا المنبر من اخبار الان منذ سته ايام تحديدا اكدنا لكافه المشاهدين والمشاهدات ان العقوبات والجزاءات الاقتصاديه سواء من الامم المتحده مجلس الامن سواء عقوبات انفراديه من الولايات المتحده الامريكيه او من الاتحاد الاوروبي هذه الجزاءات لن تجدي فتيلة مع الزعيم الكوري ومع م. الالتفاف والاصطفاف والنسق الشعبوي الكوري الشمالي مع زعيمه الكوري لا نعم. لابد أن نعود مرة ثانية إلى مفاوضات ولكن مفاوضات ناجزة فاعلة لأن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن اهمل كوريا الشماليه اهمالا صارخا ساطعا منذ عام تحديدا عام 2003 حين انسحبت كوريا الشماليه من معاهده الامم المتحده لحظر انتشار الاسلحه النوويه. طيب المفاوضات كيف متوقع ان ترسو على ماذا سيد دكتور ايمن؟ اخذين سؤال بعين الاعتبار أخذين بعين الاعتبار الم... إنه تحدث عن مصالح هنا يعني خاصة ممن يؤيد كوريا الشمالية أو يعني لا يؤيد العقوبات على الأقل ضدها إن كان روسيا أو الصين ما الذي يريد هؤلاء على ماذا سيتم التفاوض المفاوضات بالطبع لن تكون ما بين ليلة وضحاها هي حل. بل تسويه مم. تسويه وحلحله للموقف الحالي ولا تعني المفاوضات لا يعني المفاوضات نجاحها او فاعليتها هو الحل التام ولكن تنجح المفاوضات حتى ان ادت وافضت الى نزع الفتيل وتهدئه ذلك الاحتقان الفظيع لان المفاوضات وفق كوسيله سلميه لتسويه النزاعات بين الدول ووفق تقارير الامم المتحده المفاوضات المباشره ما بين الاضدادى او المتبارزين كوريا الشماليه من جانب والاداره الامريكيه من جانب الاخر المفاوضات هي الوسائل الاسرع والأفعل والأحسن مقارنة بباقي سبل التسوية السلمية وحتى أجدى من تصعيد الجزاءات والعقوبات ضد كوريا الشمالية وهذا ما أكد اليوم الزعيم أو الرئيس الروسي بوتين والرئيس الفرنسي اليوم ماكرون بعد الإطلاق لا. للصاروخ الباليستي اليوم بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية وكل الدول ذات المصالح إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات طيب عدم وجود فارق زمني إذا ما عدنا إلى تجربة السادسة يوم الأحد الماضي بين التجربتين آخر تجربتين هل يعني شيئا لنا هذا؟ المعنى اليوم هو رد من كوريا الشماليه العازمه المصره المستبده بخيارها النووي رد على عقوبات مجلس الامن منذ اربع ايام كما ان الصاروخ اليوم الذي اثبت الخبراء النوويين التقنيين وايضا خبراء في مجال الصواريخ العابره ما بين زفرين الصواريخ البالستيه انه يستطيع ان يستهدف ولايه جوام الامريكيه اثبت ذلك الاطلاق اليوم ان كل العقوبات غير مجديه وان المجتمع الدولي اهمل الملف الكوري منذ عام 2006 عام 2003 عام انسحاب كوريا الشماليه من معادة الحظر ولكن نشير مره ثانيه الى ان حتى حلفاء كوريا الشماليه بين قوسين الصين الشعبيه وروسيا الاتحاديه اصبح القلق يساورهم بذات قلق الولايات المتحده الامريكيه باعتبارهما دول جوار إن نعم. لم تكن دول تماس لكوريا معها. الشمالية طيب. ثمة من يقول بأنه ربما من مساوئ إذا صح الاعتبار المفاوضات مع كوريا الشمالية رغم أنها مطلوبة وخاصة اليوم كما قلت ماكرون أكد عليها مع بوتين ولكن ثمة من يرى بأنه هذا سيشجع دول اخرى ربما لديها اهداف مثل تشبه اهداف كوريا الشماليه واهداف زعيمها بالتهديد بالنووي على ان ترسو في نهايه المطاف الى مفاوضات. لن تكون المفاوضات او الجدول لن يكون الاجنده هي ذات اجنده المفاوضات المستهلكه المستنزفه غير الناجزه ولكن وفق التصاعد الوزن النوعي والقوه الحيويه لكوريا الشماليه في الاشهر القليله في هذا العام باعتبار ان كوريا الشماليه بلغه الارقام هي الدوله الوحيده في العالم 2017 التي قامت بتجارب لاطلاق صواريخ نوويه من المؤكد ان اجنده المفاوضات ستختلف وان ستكون هناك تنازلات من الدول وليست من كوريا الشمالية تحديدا مم. هذا ما قصدته بأن هناك مخاوف من أن يشجع هذا دول أخرى بالتهديد بنوويها صحيح, صحيح ولكن, من. فضل صحيح ولكن أوافقك تماما ولكن لابد على المجتمع الدولي الجماعه الدوليه م. ان يدرس ذلك الدرس ولا يتم تكرار التجارب الفاشله مع ايران ومع كوريا الشماليه لابد ان يكون هناك توقي وتوخي واحتواء من المجتمع الدولي حتى زي ما حضرتك تفضلتي اوافقك بشده حتى لا تكون ذلك مدعاه او حافز وباعث لدول اخرى لا نعلمها الان نعم. وفي بين في لحظه تاريخيه تكون دول اعضاء في النادي النووي مثل كوريا الشماليه اغنايت حلقتنا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه من القاهره عبر اقمار صناعيه دكتور ايمن سلامي استاذ القانون الدولي العام